خليقي فيناليز لا كا لا مي كي ا في سي جوور جوي خليقي خليقي لا باش كوني ماروكان الله يخليكم نقدروا فمساكني تونسي الدراجي امين امين نقدروا نكملوا هذا الديسكوسيون غادي نسدوا القوس معنا نادير بار تليفون نادير مساء الخير الو نادير وي مساء الخير اخويا مساء الخير خلان هذا العلوي معنا في استوديو امين بيروك معنا رضا العلالي اولا بغيت نشكرك لان باش تاخذ لك التليفون بهذه الظروف هذه ميرسي بوكو نخلي امين يبدا معك السؤال اولا نادير كي داير المورال الحمد لله يعني المستمعين كي يعني كيفاش وقعت هذه يعني الاصابه بشنو هي الظروف اللي وقعت فيها الظروف اللي وقعت فيها مشيت نعادي باش نتمرن مع الفريق ديالي وكان الحوار بيننا وبين المدرب يعني كان تفيليسيتي اللعابة وتحفزنا باش المقابلة الجاية خدعان جروب باش يتمرن فيه احنا مشينا مع مدرب الحراس كنين انا مدينة ترينيو شوية انا حسيت شوية بالعياء في خادي كيفاش ممكن شوية لعبوا تينيس بالون قال لك واخسر انتوبونا لعبوا لعبين جاتوا على الكورة تلاحيت باش نضربها هي هذيك تحتلقت في ثم حسيت براسي ماشي هو هذاك شفنا الطبيب والمساعد ديالو ونسحقنا للكلينيك اللي درنا الراديو وتبين لأن عندي لوكساسيون ديال لوكساسيون دي فليبول في لاكلافيكول لوكساسيون دي كلافيكول ومني قالوا لك 6 الاسابيع حتى 8 بعملية جراحية شنو كي كيكون المورال ديال الانسان باش حسيتي ديك الحاجة صراحة انا اول حاجة ما قال لي الطبيب باقي ما كاين العملية لا والو قال لي يلا قال العملية قلت لي انا قول لي حاجة بعدا واش غنلعب نهار السبت قال لي اش نقول لك ما غاديش يمكن لك تلعب قلت لي لا شوف شي حل يا خصو دار باش اموال لعب الحد السبت وديك الساعة قال لك لا ما كاينش حتى شي حاجة اللي نقدروا نديرو لا قدروا نديرو هو الايموبيليزيو غنخليوه واحد اسبوع نشوفوا الا تشدات عاد ديك الساعة نقولوا الا تسداش راه تبارك الله ما تسداش نديروا لوبيراسيون ولا ابديري قال له اللهم اخويا اذا كان تعطل الحركه اللهم تستافد من الاسبوع والحمد لله جاهزتي من مدينه مراكش واللي كنشكرو وقابل بلي العمليه يعني متاخر ومشى لتحق تحق بمدينه مراكش وحاجه اللي زعما نقولها ونعاودها زعما اثرت فيا كثير هي داك حضور الجامعة ديال الوداد اللي كانوا في طيلة الوقت اللي كانوا في الكلينيك هما كانوا خارج الكلينيك يعني كيتسناو يشوفوا شنو اللي واقع المياغري كانت الهاتف ديالي ما توقفش على زعما الاتصالات يعني هذا شيء كبير باش تكسب هذا الجمهور فهذا هو الربح اللي ديك من الكورة صراحة نادير يعني انا جيت عندك البارح وجوستومون شفت دوك الناس اللي كانوا الخارج وبزاف ويعني وتا دابا باقي الاسئله عندنا كتجي وسؤال اللي كيجي ديما بزاف الله يخليك كيقولوا لي سول النادير يدوي لنا على بونو واش تيق في بونو انا ماشي تيق في بونو انا غنرافق بونو ان شاء الله لتونس غدا باش غادي نكون معاه تما ان شاء الله وقلتها واكدتها بان بونو هو حارس ديال المستقبل وغادي يكون هو يعني خير من المياغري وخير من العدد ديال الناس ان شاء الله يعني غادي تمشي باش دير ليه المورال شنو من الاشياء اللي غادي تقدر تقول ليه شنو الميساج اللي تقدر تدوز ليه طيلات يعني التواجد ديالكم في تونس قبل الماتش انا ما عندي ما غادي ندوز ليه اللي غادي ندوز ليه هو اننا نخرجوا من المقابله قبل ما يبدا يفكر فيها بزاف يعني اللي غادي يبدا يتخيل شي حوايج اللي ما كاينينش رغم ان شي داخل السيكولوجيا ديال المقابله يعني الواحد تيقولوا تعيش المقابله قبل ما يلعبها انا ان شاء الله نحاول نسيه الماتش وبونو ما عنده حتى حاجه ناقصه يعني داكشي اللي تيحبس اللي تيعرف كيفاش يخرج داكشي كلشي عارفه هو وتبارك الله عليه كيبقى المساله ديال الضغط لان غتلعبوا قدام 55000 متفرج في فراديس ماشي مشكل بونو لعب مع المنتخب الاولمبي حضر مع الوداد يعني بونو رغم انه ما لعبش مقابلات مع الوداد ولكن غادي تكون هي المفاجاه ان شاء الله وان الكل توانسه دابا تيقولوا على ان المغرب هو نفس الفارق فانا كنقول بونو هو 100% من الفارق ان شاء الله دابا عندك واحد الفتره ديال لي موبيليزاسيون غتكون بعد فتره ديال النقاهه والترويض شنو هما يعني لي بريفيزيون باش تكون في لاكان شنو قالوك الاطباء
هو قال لك تقدر تكون تقدر ما تكونش، ولكن على حساب التعافي ديالي. وحنا غادي نزم دابا 11 ايام ان شاء الله غنبدا الترويض. يعني اول سيونس راه بديت ليهم شويه تنحرك الكتف ديالي، واخا جات عندي الكيني للدار تدير لي شويه الترويض ليدي الحمد لله. يعني إلا كانت واحد إيجابية من لحد يعني تجاوب مني أنا مع الترويض وهذا، فأنا كل حاضر إن شاء الله ونفرح المغاربة وما نخيف الأمل ديالهم. وتنزيد نأكد أنا نشكر جميع المغاربة اللي اتصلوا لا في الميديا أو لا في التليفون، واللي بغيت نقول هي أنا اللي ما رديتش عليه التليفون راه ماشي ما بغيتش نرد عليه، راه بقوة لي زافيل بزاف تتسالي مع واحد تتهضر مع الاخر كل واحد تعطي خاطره. تتمنى انهم يعذروني داكشي علاش. نادير انا كنعرفك حار كنعرفك مزيان. والله العظيم انا تنقول ان شاء الله غتكون واجد فلا، كنعرف كيفاش كتخدم الريديكاسيون غديرها دوبل ولا تريبل، يعني انا تيق في هذه القضيه هذه. وطبيعه الحال هذه الهضره حتى هي اللي قال لي هي قال لي كيف ناسيونال ماراثون بهذه المناسبه نبلغهم السلام ديالي للمنتخب الوطني عامة، يعني مدرب مسؤولين باللاعبين اللي تأثروا البارح كثير وكانوا كيستولوا على الحالة ديالي بوسي طمئنوا. وعيفتي كان عندهم كلام مع بعض اللعابة اللي كان تصال بينه وبينهم بحال تعراف وقادوري وخرجة اليوم. أنا فنعرف المغرب غادي يرجع أسرع وقت، ونتمنى أنني ما نخيبش الظن ديالو ونتمنى الجمهور المغربي. رسالة أخيرة للجماهير اللي كتأمل من المقدرة ديال نادي المغربي كتبع الأخبار ديالو، شنو يمكن لك تقول لهاد الناس كاملين اللي غادي يكونوا معاك وغيكونوا مع ياسين بونو نهار السبت؟ اللي غادي نقول لهم هو أنني سنشكرهم، يعني ما كاينش كلمات اللي غادي نعبر لك بها على مدى الامتنان ديالي ليهم، لأنهم صراحة باش الواحد يكسب حب ديال الناس راه ما ساهلش، فهذا هو أكبر ربح بالنسبة للمياغري من خلال كرة القدم. فنشكرهم وتنتمنى أنهم يدعيوا معنا في هذه المقابلة إن شاء الله باش نحقوا نتيجة إيجابية. وكي قلت شي قناة تلفزية وريتهم قلت لهم بهذا اليد إن شاء الله غنجيب لكم الكاس من تونس غيحبس بونو ونادي غيجيب الكاس إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا جزيلا شكرا. وما يكون باس نادي المياغري اللي كنت معنا مباشرة سيركلتور فوت سيراديو مارس لابوز بيبليسيتي وما درجو.